بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضرتك. كلنا بنعمل الكحك، كل سنه بنعمله، كل الدنيا بتعمله بالسمنه، او بتجيب الزبده وبتقدحها وبتسيحها وتعملها سمنه. السنه دي هنعمله بطريقه مختلفه خالص 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 عن اي مره. ثلاث مكونات بس هيكونوا لي الكحك ده. الكحك ده بتاع كويدر يا جماعه، عشان ما اكدبش عليكم. الكحك ده تعددت الحاجات، وخميره وبيكنج باودر وبيكنج باودر وخميره، لغايه ما جبت الطريقه دي. الطريقه دي ريحتني جدا، وبديها لكل اللي عاملين كاترينج كمان. بنبص نلاقي لا الحشوه خارجه بره، ولا كحكايه نطره، ولا كحكايه شكلها مش حلو، ولا النقشه راحت، ولا الكلام ده. وتحدي اللي يعمل بطريقتي ديت ويلاقي فيه الكلام ده، تكسر الكحكايه كده. الكحكايه ناعمه جدا، الحشوه قاعده جوه، ولكن الحشوه انا ببدرها بس بالدقيق عشان تبقى لازقه بالشكل اللي شايفينه على اليمين دوت، في الكحكايه اللي قاعده كده مدريه خبيثه على جنب، واخده نص بندقيه وقاعده. كحكايه ناعمه، طعمها مميز جدا جدا جدا. هنعملها مع بعض، وهي دي لقيتها اسهل وافضل طريقه بدون كتر مشاهده ولا حاجه، ولكن الناس اللي علمتها وعملتها قد ايه سعداء بيها. يلا بينا نجيب الميزان ونوزن مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. على نص كيلو دقيق. النص كيلو دي بياخد مني ايه؟ دول 300، عادل يا ابني الميزان، خلينا اشوف. دول كده 300 جرام من الزبده، 300 من الزبده يا ابني، عايزين نشوف يا ابني اهو. 301 مش مشكله، خير وبركه، احنا هنلاقي بعد كده. 300 جرام من الزبده، يعني تقريبا في حدود كوبايه ونص من الزبده. ثلاث كوبايات هي اللي يتعملوا للكيلو على طول. ادي 150 جرام من السكر البودره، انا بوزن قدامك اهوت، وكسلان احط في اطباق واغسل الاطباق. هنا ال 150 للكيلو، 75 للنص كيلو يا جماعه. ده على ده، على نص كيلو دي نعتبر خلصنا. بعد كده اللي جاي كله بقى عوامل مساعده. ادينا هنا نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ممكن ما احطهاش، مش محتاجه، ما تخافوش نسبه الدسم عاليه. ده ايه يا شفنا؟ ده الدقيق، ده نص كيلو خلاص. اديت معلقه محلب، اهلا وسهلا، نص معلقه محلب لنص كيلو. اي فليفر انا عايز اديه، اديت فانيليا، اديت ريحه الكحك، اديت هيل، حبهان، دي بتاعتكم يا جماعه، بتاعتكم. هنبدا ناخد الكلام ده كله، فرك بايديا، هيتماسك بسرعه، مش لازم العجان البيضة يعني، ولكن انا اتعب نفسي ليه طالما عندي عجان؟ اهو مسك العملية كلها، مسكت معايا. هنطلع على الكلام ده، خلاص خلصت القصة. ولا تضرب الزبدة ولا سيح، ولا تضرب السمنة ولا سيح السمنة، ولا السمنة مع السكر، ولا ناخد ده وده فرق، طب ضرب عرق، طب العجينة. هو هو ال 600 زبدة دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن 525 سمنة، والباقي الشرش. يبقى كده احنا ضربنا الزيت في عبيد على طول. حلو الكلام ده، حلو الكلام ده. المكسرات بتاعتنا هي عين الجمل، على بال ما هعمل لكم العجميه الفيديو جاي، واوريكم ازاي بتتحش. وادي البندق، ممكن اكسره، نبدر المكسرات دي بالدقيق دلوقتي، اوريها لكم اهو. دي الكحكايه، دي محشيه تماما، ما تقلقوش من اي حاجه. الاشكال كلها كده قصاد حضراتكم، بندق، فستق، لوز. السنه دي الاسعار على فكره حلوه جدا في الكلام دوت، تقريبا الناس هجروا ياكلوا المكسرات دي، بقوا ياكلوا سوداني زي ما قلت لهم. قمت ايه واخدها انا قاعده ثابته وجري، قمت انا اللي جبت بقى كل انواع المكسرات. سبحان الله، الواحد وهو كده يعني الدنيا هاديه معاه بيجيب الحاجات دي كلها، شغله مش ملاحق على الشغل، والله العظيم بقضيها على السوداني، سبحان الله. يعني تقريبا انا بضرب الدنيا دايما صارمه. وادي هي بالختامه بتاعتنا، دب 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 دب، ما خدوش في ايدي وقت. اهم حاجه عندي هي السوى، اهم حاجه عندي هي السوى. السوى عندي يا جماعه الخير 150 160 درجه حراره، عايز درجه حراره هاديه جدا، ويقعد في الفرن معايا نص ساعه. النشا اللي انتم شايفينها دي بقى، لو انا اشتغلت بالسمنه، ولا السمنه المقدوحه، ولا السمنه المضروبه في السكر، وارد انها بتروح منكم، بيديكوا شكل غير مميز. انت عايزه تعملي كحك وتتباهي بيه على حماتك، ولا اختك، ولا عيله جوزك، قولي لها تعالي يا اختي ده انا عاملاها بالسمنه، وتوهيها. انا باجي لكم اهو دغري على طول. توهيها، طب عاملاها ازاي يا اختي؟ طب اتفرجي يا اختي على الطريقه، والكلام اللي انتوا بتعملوه مع بعض دوت. المهم ان انا عايز اخليك وسط حماتك، وسط اهل جوزك، الاستاذه الفنانه البرنسيس، فعلا دايما اقول عليكم برنسيسات، ولا حد يكسرك في الدنيا طول ما انا عايش. وانا عارف ان ما حدش بيكسرك، جوزك بيحبك، اهل جوزك بيحبوكي، ولكن انا دايما احب حته الهزار دي، لان انا ابوكو، بعتبر نفسي ابوكو ووالدكو كلكو، وربنا يخليكم ليا. وكلامكم الحلو اللي بتقولوا لي في التعليقات
ولكن انا يعني كل هذا الثناء بحس انه كتير عليا شوية، يعني ربنا يخليكم ليا. هنا ابتدينا ان احنا نشكل ده بالسيليكون، اي حاجة فيها تشكيل ادي شغال. هنبدأ دلوقتي ندخل الكلام ده الفرن. الفرن دلوقتي درجة حرارة قلنا 150-160، وننتظره بالراحة وعلى مهلنا. الكلام ده هياخد مني نص ساعة. يبقى قلنا السوى دي نص ساعة، درجة حرارة 150-160. تكحك يا جماعة، مفيش حد يقول السوى. بصوا، هتقولي تشقيقة، واحدة مشققة، هتقولي واحدة مفرقعة والحشو خارج. شايفين عامل ازاي؟ فن الشغل شغل، خدوا بالكم. متولدتش بعرف اعمله ده كله، انا تعلمته ناس جميلة، ناس محترمة، ناس بتحترم المهنة. شايفين كام شكل؟ ولا رسمة ضاعت. ازاي؟ لما نمشي على العجينة اللي انا بقول لكم عليها دي، خلاص. وده اللي تحت اهو، واخد وشي ايه لسه فاتح. سيب ده كمان كده شوية، فاضل له 5 دقايق ويطلع. ادي الكحك بتاعنا بعد ما طلع اللون بيج، نص ساعة في الفرن. كوبايتين شاي بحليب بقى يا باشا، كوبايتين شاي بحليب وشوية سكر بودرة. والله ما عملت معايا حاجة، بس اعمل ايه؟ هو حظي انا دايما كده. هي انا بتاعت فوازير، هي بتاعت فوازير بس. ولا رسمة راحت، ولا رسمة راحت، ولا الكحكاية طالعة دايبة ناعمة جميلة. تعبوا روحكم ليه؟ هدوق واقول لكم. بجد 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 هنشتغل بالطريقة ديت. والله يا جماعة، والله مش عايز اقول لكم اسرار دولة يعني، واحبش اعيش في الدولة. بقى اكسر الكحك كله واحدة واحدة لحد ما تخليليش. هنعمله ام علي. ده يعني انا دايما كل زميل ليا واستاذ كده اخد منه طريقته. عجبني الطريقة دي لانها سهلة جدا. قال لي دي بتاع كويدر، جربتها تحفة، سهلة، بتطلع برنس برنس في شغلها. انت اللي برنس. ان شاء الله تشغلوا بيها. كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وانت طيب، وكل سنة وانت عامل احلى احلى شغل. كل ده عشان تاخد مني كحكاية، خدوا بالك. والله العظيم كل ده بقى اللي بتضحك على علي. يلا بينا، يلا يا اختي قول لنا فزورة كده، بدل ما انت مش فالحة الا في اكل عين المكسرات دي. انا جايب لك انت زداني. شفت بقى؟ قول لنا الفزورة. هننسى الفزورة. يا خبر، دلوقتي ميعاد الفزورة. قول لنا يا نيلي. لا مش نيلي، نيلي يا جماعة، ده الأربعة نيلي. يلا يا حميدة. ماشي يا باشا، دلوقتي ميعاد فزورة. باشا احنا في الاسم ولا انا موقفك في لجنة ولا ايه؟ دلوقتي ميعاد فزورتنا. اوعى تنسوا الراعي الرسمي للفوازير السنه دي، شركه التوحيد للتجاره 55 شارع اللبيني الهرم، وشركه زيت اهالينا اهي معانا بتوزع كراتين كتيره جدا السنه دي، هنوزعها على الفايزين. يلا هنقول النهارده الفزوره. يا جمال لونها ولا ريحتها، مش مصري بس مصر حبتها، ستات كتير تعبت منها، وياما في الفرن نشفت منها، والولاد كتير عايزينها، بتمط كبيرة وعلى البيتزا حاطينها، يا سلام يا سلام على منظرها، وأحلى حاجة مطتها الأستك. هتاكل أستك؟ حرام عليك، شقاية وتعب بيروح على الأرض. أنا باخد آخر كلمة. طب نعمل إيه في الشيف ده؟ نعمل الأستك إيه؟ يا راجل الأستيك. قول كلام غير ده. مطتها اللبانة. اللبانة هتحطها اللبانة مصر. أكيد اللبانة بنا مصر كان في القصر. لو عرفتوا الحل باني. بعد الفجر بنختار واحد. هتكتبوا لنا الحل في التعليقات. يلا احنا كل يوم بنختار منكم فايز يروح ياخد كرتونة منتجات من لا عن... مش كل يوم، يوم ويوم، يوم ويوم ياخد. وفي الاخر بناخد 3 للاتنين عجان وللقلاية. يلا العجان زاد معانا، بقوا 2 عجان وقلاية، ولسه بنقول ايه، ولسه الخير جاي كتير. هتلاقوا زيت اهالينا في الشنطة اللي احنا مجهزينها هناك، زيت وخل وكريمة وشوكولاتة. واللي عايز يعرف كل اللي في الشنطة ايه، يطلع للفيديو اللي فوق اللي قبل رمضان بيوم، هيلاقي الشنطة متصورة بكل الحاجات اللي فيها. سلام عليكم. سلام عليكم.